هنعمل دلوقتي بقى تيبل تاني، ده نفس التيبل اللي احنا كنا مطلعينه اهو. هعمل بقى تيبل تاني هو هو بالظبط بس فاضي، بس هنسميه the first table، ده ال initial وده بقى ايه ال first table. طيب ال first table ده ليه steps مختلفة شوية عن اللي احنا كنا بنعمله قبل كده. أول حاجة هعملها ايه يا شباب؟ هروح رايح لل selected cell اللي هي مين؟ اللي هي دي. احنا كنا لو انت فاكر كده، هنا واحنا قلنا ال selected cell cell 3 1 اللي هي السيل دي وال reference 10. فأنا دلوقتي هروح أول حاجة للسيل اللي هي ال selected cell دي في النيو تيبل، حط فيها الفاليو بتاعت الريفرنس اللي هو كان كام؟ 10. احنا قلنا أكتر حاجة أقدر أحطها جوه السيل دي الريفرنس اللي هو ال 10. طيب وبعدين هرجع على بقى للباث اللي أنا رسمته ده، الطريق اللي أنا رسمته ده، وهقف في كل كورنر وابتدي أشوف الساين فيه كانت كام. يعني هنا هقف، أنا خلاص نقلت هنا 10، هروح رايح للكورنر اللي بعديه اللي هو النمبر ده هنا. الكورنر ده هنا عندي فيه 10 بس في نيجاتيف ساين، فانا هعمل ايه يا شباب؟ هعمل 10 ماينس الريفرنس. الريفرنس لو كان كام؟ 10. فانا بعمل اللي جوه ماينس الريفرنس 10 عشان في نيجاتيف ساين، فبعمل ماينس 10 ماينس الريفرنس 10 بقت ايه؟ 0 امتي سيل. يبقى السيل دي هسيبها فاضيه مش هعمل فيها حاجه. الكورنر اللي بعده انا عندي هنا في 5 بس عندي بوزيتيف ساين، فانا هعمل ايه؟ هعمل 5 بلس الريفرنس. المره دي بقى هزوده على الريفرنس مش هنقصه، فانا بعمل 5 بلس 10 اللي هو الريفرنس طلعت لي 15، فبقى هنا عندي في 15. طيب وبعدين الكورنر اللي بعده هنا عندي في 20 وفي نيجاتيف ساين، فانا بعمل ايه؟ 20 اللي جوه ماينس اللي بره عشان في نيجاتيف ساين، 20 ماينس ال 10 اللي هي الريفرنس هيبقى عندي 10. طيب فاكرين يا شباب الرول بتاع البيسك اللي هو لو انا عايز اتشيك التيبل ده بيسك ولا لا، كنت بعمل ايه؟ ببتدي اشوف هل انا عندي m plus n minus 1 equal to occupied cells ولا لا. طيب انا عندي ال m 3 وال n 3 minus 1 يبقى عندي كده 5. المفروض يبقى عندي جوه التيبل ده 5 occupied cells. انا عندي هنا 1 2 3، يبقى التيبل ده فيه مشكله، في حاجه ناقصه. ايه اللي ناقص؟ خليك بقى مركز معايا في الحته دي. اي نمبر بره الباث اوف ذا سيلكت سيل، الطريق اللي انا رسمته ده، لو في اي نمبر بره الطريق ده زي مين؟ زي ال 50 وزي ال 15 دي، خلي بالك انا ما وقفتش هنا خالص، وبالتالي انا ما حطيتش ساين، انا عملت جامب. فلو في اي نمبرز بره الباث ده هنزلهم زي ما هما في النيو تيبل، يعني ال 15 دي هتنزل زي ما هي وال 50 دي هتنزل زي ما هي، يبقى هنا عندي 15 وهنا عندي 50. طيب نيجي بقى نعد تاني كده، انا عندي كام سيل اوكيبايد، كام سيل الوكيتد؟ 1 2 3 4 5، انا عندي كده 5. يبقى خلاص البروبلم دي اقدر اكمل عليها، خلاص البروبلم دي بيسك. طيب وبعدين يا شباب عايز اتاكد هل البروبلم دي فيزبل ولا لا؟ بعرف منين؟ بجمع كل رو واجمع كل كولم. هنا عندي 10 و 15 25، هنا عندي 15، هنا عندي 60، هنا عندي الكولمز بقى 20، هنا عندي 30 وهنا عندي 50. يبقى الكلام ده كده مظبوط واقدر اكمل. طيب وبعدين عايز بقى احسب التوتال شيبينج كوست الجديده. هحسبها ازاي يا شباب؟ هجيب بقى كل الاوكيبايد سيلز واعملها تايمز الشيبينج كوست بير يونت، زي ما كنت بعمل زمان يا شباب. يعني بعمل 3 تايمز 10 بلس 2 تايمز 15 بلس 4 تايمز 15 بلس 5 تايمز 10 بلس 1 تايمز 50، وتطلع لي النمبر بالمنظر ده. انا كنت ممكن اصلا اعرف الرقم ده على طول من غير ما اقعد احسب الكلام ده، انا المفروض عارف هتطلع كام. كنت عارف ازاي يا شباب؟ فاكرين الايفالويشن اللي طلع لي هنا كان كام الايفالويشن؟ او لو نرجع لورا كده،
كان negative 1. معناه ايه قلنا negative 1 ده؟ قلنا لو انا حطيت يونت واحدة جوه الامتي سيل دي، التوتال كوست دي هتقل ب 1 دولار لكل يونت. طب انا نقلت جواها قد ايه؟ انا نقلت جواها 10. فانا لو عملت 1 تايمز 10 يبقى المفروض التوتال كوست دي هتقل في الجديدة ب 10. جبتها منين؟ الايفالويشن قال لي بنيجاتيف 1، فهتقل ل 1 يونت 1 دولار لكل يونت، وانا نقلت 10. فانا لو عملت 1 تايمز 10 هتديني 10، يبقى المفروض دي تبقى اقل من دي ب 10، فطلعت فعلا 220. طيب وبعدين يا شباب، هل انا كده خلصت؟ لا، انا دلوقتي عارف ان انا محتاج اعمل ايه. محتاج اجيب اليو والفي واعمل ايفالويشن للامتي سيلز واتاكد هل التيبل ده الاوبتيمال ولا مش الاوبتيمال. بس عشان انا كنت حالل البروبلم ديت بال 3 ماسز دول، وكنت عارف ان لما اوصل ل 220 يبقى انا كده وصلت للاوبتيمال. بس انا لازم اتاكد واوريك فعلا احنا ازاي وصلنا للابت، ازاي اثبت لك ان احنا وصلنا للابتيمال. فانا هضطر اعمل ايه؟ هعمل كل حاجه تاني. هجيب اليو والفي بتاعت كل واحده، واجيب الايفالويشن بتاع كل الامتي سيلز دي. طيب هنا احنا اتفقنا ان يو 1 ب 0. هنمشي بقى بسرعه عشان نحاول يعني نفتكر الستبس، وفي نفس الوقت نحاول نوصل للاوبتيمال انسر. طيب هنا اليو 1 ب 0، فانا بعمل ايه؟ بمشي على الاوكيبايد سيلز بس المليانين، فبعمل اللي جوه ماينس اللي بره، بمشي طبعا على السي الكوست. 3 ماينس 0 يبقى هنا في 1 ب 3. اللي بعديها اللي جوه ماينس اللي بره، ما عنديش في لكن عندي اليو، يبقى 2 ماينس 0 ب 2. دي امتي سيل ماليش دعوه بيها. هنا 4 عندي الفي لكن ما عنديش اليو المره دي، فانا هعمل 4 ماينس 2 ب 2. اللي بعديها هنا 5 ماينس 3 ب 2. هنا اخر سيل 1 minus 2 negative 1. جميل. وبعدين عايز بقى اعمل الفورمولا بتاعت الامتي سيلز. الامتي سيلز اللي هي كانت عباره عن ايه يا شباب؟ انا بعمل كل امتي سيل هقف على اي واحده فيهم، let's say مثلا هبتدي بالسيل دي، وهعمل ايه؟ 7. طبعا هحاول امشي بسرعه شويه عشان نكسب وقت، يعني 7 اللي هي السي ماينس اليو ماينس الفي. انا عندي 7 ماينس 0 ماينس ماينس بقت بوزيتيف، يبقى اكني بقول ان الايفالويشن بتاع الامتي سيل دي، هكتبه لك على جنب هنا كده عشان تبقى فاكر، 8. ده الايفالويشن يا شباب اللي هو زي ده كده، بدل ما اقعد بقى اكتبه تاني بره، انا بس حطه لك كده بسرعه عشان نكسب وقت مش اكتر. يبقى السيل دي الايفالويشن بتاعها 8. طيب عشان اعمل الايفالويشن بتاع السيل دي هعمل ايه يا شباب؟ نفس الكلام، ال C ب 6 يبقى 6 minus 2 minus minus 1، يبقى أنا عندي 6 minus 2 و 4 plus 1، يبقى هنا السيل دي evaluation بتاعها 5. طب نمسك السيل دي، أبتدي بأي واحدة يا شباب؟ محدش يقول لي اشمعنى ابتديت بدي أو بدي أو بدي، أي واحدة. دي مثلا، دي هعملها إزاي؟ 7 minus 2 minus 3، يبقى 7 minus 5 ب two. اخر سيل 5 minus 2 minus 2 يبقى 1، اللي هي 5 minus 2 3 minus 2 1. طب هتلاحظ ايه بقى يا شباب؟ هتلاقي ان كل الايفالويشنز اللي طلعت لك كلهم بالبوزيتيف. فعشان كل الايفالويشنز اللي عندك بالبوزيتيف، فانا كده خلاص اقدر اقول انا وصلت للاوبتيمال انسر. طيب ازاي اكتب له يعني ان انا وصلت للاوبتيمال انسر؟ فلازم بقى اكتب الكومنت ده كده يا شباب. هقول بقى ايه؟ since all the values of the empty cells اللي هي الايفالويشنز اللي انا طلعتها دي، مالهم بقى؟ كل الامتي سيلز طلعت ار بوزيتيف اند زيروس، هما طبعا كلهم بوزيتيف. يعني لو كلهم بوزيتيف وزيروس يبقى انا so this table is the optimal table. انا كده خلاص وصلت للبيست انسر. دي اقل توتال شيبينج كوست اقدر اوصل لها. واديك فاكر اهو، لو رجعنا كده هي نفس النمبر بتاع الفوجل ابروكسيميشن ميثود،
انا طبعا مش كل مره هكون حلل الثلاث طرق، فعشان كده اقول والله اول ما اوصل للفوجل انا كده وصلت للابتمال. لا، اللي بيثبت لي الستوبنج رول الايفالويشنز لو كلهم بوزيتيف وزيروس اوبتمال، نمبر بالنيجاتيف كنت هضطر اعمل تيبل تاني، السكند تيبل، وافضل اعيد نفس الستبس تاني من الاول. طيب احنا كده خلصنا خلاص يا شباب فكره اليو والفي. فاضل بقى حاجه اخيره كده هزودها، لو انا بقى عندي بروبلم unbalanced. طبعا دكتور محمد كان طلب مني يعني انا اشرح لكم الحته ديت، طبعا دكتور محمد استاذي يعني بيشرح احسن، بس هو يعني قال لي اشرحها لكم يعني. طيب فدلوقتي انا عندي ايه اخر حاجه يا شباب، لو انا بقى عندي problem بالشكل ده كده، ايوه the unbalanced problem، هنا دي problem given عندي فيها 3 factories و 3 markets. خلي بالك يا شباب هو مش كل مرة هيقول لك 3 في 3، ممكن يبقوا 4 و2، ممكن يبقوا 5 و1، مش لازم يبقوا 3 و3 يعني، مش لازم اصلا يبقوا الثلاثة دول قد للثلاثة دول، ممكن يبقوا دول 4 ودول 2، ممكن يبقوا دول 5 ودول 1، ممكن يبقى دول 2 ودول 10. طيب ايه بقى فكرة الـ unbalanced problem دي؟ دلوقتي يا شباب احنا لسه ما عملناش حتى الـ initial table، احنا لسه بنفكر بنشوف هعمل ايه في الـ problem دي. ايه مشكلة الـ problem دي؟ نلاقي انا عندي ان الـ total supply مش equal للـ total demand. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ هنا هنلاقي ان total supply بكام؟ 50 و 20 70 و 40 ب 110، وهنلاقي ان total demand 20 و 70 90 و 60 150. كانت قبل كده البروبلم لو انت فاكر كده بتجيلك ايه balanced، يعني ايه supply equal demand 100 و 100، لكن دلوقتي زي ما انت شايف 110 150 مش ايكوال لبعض. طيب اول حاجه قبل ما ابتدي الانسر واعمل بقى اشوف انا هستخدم اليو النورث ويست كورنر ولا الليست كوست ولا الفام، لازم الاول اخلي البروبلم دي بالانسد بروبلم، يعني اخلي التوتال سبلاي ايكوال للتوتال ديماند. طيب ايه الرول بقى اللي اكتبها عندك عشان تبقى فاكر دايما دي مهمه قوي الحته ديت؟ اكتبها عندك لحد كده زي ما انت شايف، لو السبلاي كان اصغر من الديماند ده أول سيناريو. هنا أصلا أي واحد فيهم اللي عندي هنا هنلاقي إن السبلاي هو الأصغر من الديماند. جميل، يبقى أنا بتكلم على أول سيناريو ده. طيب لو السبلاي أصغر من الديماند هضطر أعمل إيه يا شباب؟ هضطر أزود أدامي رو. دامي هنا مش غبي، دامي يعني وهمي، فأنا هضطر أزود رو جديد وهمي مش موجود عندي في البروبلم، أنا هزوده من عندي. طيب لو كان العكس، لو الديماند هو اللي كان أصغر من السبلاي smaller than السبلاي، كنت هضطر أعمل إيه يا شباب؟ هزود أدامي كولم. يبقى إحنا دلوقتي في السكند سيناريو، أو سوري في الفيرست سيناريو، السبلاي أصغر من الديماند، فلو السبلاي أصغر من الديماند أنا محتاج أزود السبلاي حتة، اللي هي قد إيه يا شباب؟ الفرق بين السبلاي والديماند 40، فأنا محتاج أزود نيو رو وال التوتال بتاعه او السبلاي بتاعه يكون 40، فانا هزود زي ما انتم شايفين كده، هعمل تيبل جديد هزود فيه رو جديد عشان طبعا السبلاي ما كانش ايكوال للديماند كان اصغر، وهسميه دامي او فاكتوري نمبر 4 زي ما انت عايز، وهحط قد ايه هنا في السبلاي الديفرنس بينهم كان قد ايه 40. جميل، لما احط هنا ال 40 دي يا شباب ايه اللي هيحصل؟ كده خلاص السبلاي والديماند بقى ايكوال لبعض بقى 150. طيب بالنسبة بقى للشيبينج كوست بير يونت، هنا هحط ايه؟ هل انا عندي اصلا فاكتوري نمبر 4 ده يا شباب؟ دي حاجة وهمية انا حاططها من عندي، فشي طبيعي ان الشيبينج كوست هتكون زيرو، فانا عندي في الدامي رو او في الدامي كولم دايما الشيبينج كوست بتاعتي بتكون ايكوال زيرو، لانها مش حاجة موجودة اصلا، مش هتحصل، مش هينفع اتكلف اصلا حاجة هنا. طيب وبعدين هرجع بقى احل البروبلم عادي خالص بالنورث ويست كورنر، يعني ايه؟ ادي نورث ويست كورنر مثلا، هبتدي من اول سيل 50 و20 الاصغر واحطه جوه واسطه بقى زيرو وهكمل، البروبلم بقت عاديه خالص ولا اكني في اي مشكله عندي خالص. طيب السيناريو التاني اللي هو كان ايه؟ لو الديماند هو الاصغر، يعني لا تسين دي هي 110 ودي ال 150
كنت هضطر اعمل ايه؟ هزود دامي كولم، يعني كنت هعمل كولم جديد، عمود جديد، واحط فيه الفاليو بتاعت الريفرنس، سوري بتاعت الديفرنس بينهم، واحط في الشيبنج كوست بير ايرت في كل سيل زيرو، واحل برضو البروبلم عادي خالص ولا اكني في اي مشكله. كده انا خلاص تقريبا غطيت لكم كل الافكار بتاعت اليو والفي ميثود، وكده قفلنا ان شاء الله التوبيك بتاع النورث ويست كورنر والفام والليست كوست ميثود. اشوفكم ان شاء الله على توبيك جديد.